عليه الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم تجتمع جمعية الصيد مع فرع الغابات لدائرة الهاشمية من أجل جرد طرائد لموسم الصيد لسنة 24 إن شاء الله. واليوم هو يوم 19 فيفري 2024، الموافق ل 9 شعبان 1445. والآن البداية، في بداية الجرد. والآن نبدأ في البحث. نبطه هكذا إن شاء الله. هذه الجهة هذه منك جيت البور هذاك ثم بالك نلقاو الحجال ليه؟ اه كاين الحجال، كاين قنين ثم كاين. اه اللنج هنا كاين في هذه البلاصة اللي فيها اللنج. اه الشجرة تاع اللنج شفتهم هنا ولا ما شفتهمش؟ ها هم هنا، دوك نوريهم لك. ها هم هنا، ها هم لهنا. اه ما تعرفهمش بالك، ما تعرفهمش. الله نوري لك شجرات اللنج، راهم في النواحي هذو. اه لا ولا الحب ما فيهمش، السنة ما نجحش كي كان الجفاف. هذا العام الجاي ان شاء الله يكون عام مليح ان شاء الله، هو عام ممطر ان شاء الله. شجرة اللنج هذه هي ما شاء الله، هذه هي اروع شجرة تاع اللنج. محمد يا محمد هاي الشجرة تاع اللنج، ها قول اروع تصورها. هاي جيتها اروع، هادو هما شجرات اللنج. على بالك يضرب الجفاف تحرقوا. هم عاودوك عاد السنه العام مليح 24 ها ولات راهي الفرونات عاودت، هاي تتجدد، هاي تجدد في روحها. هذا هو اللنج، هو طيب الاكل. يا محمد يا محمد ها محمد، ها هو اللنج، ها هو اللنج. لا تصوروها، اروح صوروا وريه القاسمي وريه عبد العزيز. انا مع كلب السيتان خرجوا هي يستريح. اه هي وش بيك؟ اه انا نقول لك كليت منه هذا، ماشي والله كليت منه هذا مع عز الدين ربي يرحمه. هي حمراء هكا، وهذيك الاخرى ثاني منها. صورها هذه هي عاود تحيه او تولي. هاي صجرة اللنج عبد، هاي صجرة اللنج. اه كاين شويه هكذا شويه شجرات، وكان الشعبه كبيره هذه اللي منا، وكان الشعبه اللي منا هذه شعبه اللنج. ما تهدرش معمره، هذيك يسموها هذه شعبه اللنج. يا اخي شعبه كيما راه البسته تاع المنتاج تاع هلينا. لي تخرج في العرعر نتاع الزبجان، تخرج في العرعر نتاع الزبجان. صحيح. ايه قلت له، قلت له محمد اسمع. هاي جاي هابا اسمع، راه واحد الطريق في الحمام تاع الوزين بعد شويه وسعوا. بصح هذيك دوها اللي هي تاع الوزين، مي هذه اللي من عندنا جبت شويه لهون. اه وبعد ما خرجوا في واحد الكوديره، شوف الكوديره كبيره راه. اه هاي واحد الكوديره تبان منها كاينه. اه نروحوا من كوديه المدور للكوديه هذيك، نقطعوا في كوديه الدوزيام، نخرجوا ما فيش نروحوا. انا باين نعرف، انا مشيت بها بالتراكتور هذيك بالموطو ومشيت بالطلب. تو نعرف البروجي تاع الغرس تسمى الجهه اللي قلت لها قلت راه كنت تقرا. تعاود ان شاء الله، تعاود تعاود ان شاء الله ان شاء الله. شوف هذا يعزبوا يديروا فيه القلم ويديروا فيها. هذه هي عزبوا هنا تاع الغنم، تاع الغنم هذا. اوه لا لا اوه ديروها في الشتاء هنا يا عبد العزيز، في الشتاء ديروها هنا. اوه جيب كلي خلينا احنا منا اوه يديروها هما. هاي الاخرى من عبد العزيز، راه شوف
هاي وين هاي البلاصة الأخرى من هنا زين يلا. الرجال القدماء كانوا يعيشون طبيعيا يتعاملون مع الطبيعة. هذه مساكنهم. هيا فوكس بوش بوش فوكس هيا 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 فوكس هيا 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 فوكس هيا 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 فوكس هوا خليك سما وبغى تعلم هوا يتعلم هوا يجيب روحه ضرب لازم لازم يتعلم كل الصعوبات هاو جا شوف اش كيما يجي يوسف راه قال لي ما نعرفش البلاد قال لي نعم في كاس كامل هذا من بدر البحر الحكم الشيخ كبير قروم ما بقالوش قناتي تمشي هو تسلل تمشي يا والله قنطفوا فيهم والله بالك يكملنا احنا هو ما يخلص شكونو؟ حديده هو قال لي والله احبس هو جاني خبرو جاني خبرو اسمع جاني خبرو قال لي احبس مشينا وتاع هذا الجرد نتاع اليوم اه الجرد نتاع البدايه ان شاء الله نتاع العام هذا 24 ان شاء الله بدايه ان شاء الله ان شاء الله بدايه موفقه ان شاء الله ان شاء الله نعاودوا واحد اخر ان شاء الله تكون ان شاء الله يا رب ان شاء الله ها الخير تفطروا الجماعة هاي الله يبارك فيك البنات اسمع بعد يحيى بعد يحيى دلناك شي دلناك شي بعد يحيى حتمو ويحيى كيما صرالو كونزي اوه بسم الله دلنا شي البنات بعد يحيى راك شوي هنايا يقول لك خدعتوني كونزي دهنا هذي ايه هاك عمس جديدة موافرات كسر خيركم بارك الله فيكم يا جديد كينا عافيكم قال لي بارك الله فيكم توفيق كيف يبارك الله سنة موفقة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. من يقول لك ما ما تخصكم انا منين نائب الرئيس نائب الرئيس يا صاحبي 17 مع بعضنا ماشي براك درتو يا بوي بايدن بايدن ما يلا درنا يا هلا العقل لا في بوبالطو العقل قال لي اروح نروحوا يا ابني ما رحناش ولا ما حصلش احنا درنا جماعه دي مش تعالنا وانت جات هدر انا مع الناس كاع هاي مش ناكلوا احنا ربي كسر خير وخلاص امين امين ان شاء الله الصحه والعافيه في الشيء الدنيا كل شيء الله وبحمدك شهد لا اله الا انت يدور للشيخ تصور هاو الشيخ 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 ان شاء الله نكونوا نديروا فيها لما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كبيره حق واش تدير عندك هنايا لا 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 والله قايد داير الراي البوره هذا المهم هذا اليوم تاع الجرب بداية اليوم اليوم الله يبارك الله يبارك والله غلطنا هذه شحال طيبتوا انتم الحجم انا زوج
هذو عذرنا هو يكون فرق طارونا على المجبه طارونا على المجبه تاع السونغلي هذا ماركيتو قايس جوج حزل جوج ورلك السونغلي والله قنونه نجمه فهم انك تفهم من يخطف يا خطف يا خطف يا وراح تشرب هكذا والله غير هنا هنا ايوا انا خرج هذا اللي معايا من وقت والله ما سي قلت لك البرنا ماشي ثاني وانا ما تختمها لنا بك الشيء على الشاج ايوا قلنا كلمه صايم يا ودي انت دائما تهرب صدقنا قدام تهرب والله غنحل لك الطول تهرب نديروا الهي ونجي الشيء الولد تقولوا تقولوا كذا مانيش صايم ما ديرش كل واحد سعيد يجي ونجي قاينا وياه لا ما بايدن هذا ما يدورش معنا لا نقول اسمع الشيء رئيس الجمهوريه قلنا شعلوا نختموها ان شاء الله وما نختموا اليوم نختموا الجهد هذا تاع سام تاع رئيس الجمعيه سيد في الحزن واش دايره ها ودالي ها ودالي لا صافي هذا طاروا ساعه مش عيد لايف يخلط يخلط هذا هو تخير ولا لا الابيض الابيض وهذا الصحيح هذا جبت لي علم فيه هذا نعلم راه مليحه ها لما ان شاء الله نجيبوا الحجر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نروح نجيبوا زوج حجلات ان شاء الله احنا نعقب نجيبوا شي واحد من والله نجيبوا نديروا ضمه تاع البلاد لا لا سوا يظلوا هنا تاع الشفاظ روحوا روحوا الشفاظ راه تسيح الله يبارك المهم ان شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله.